السلام عليكم إخوان، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير هنيا صحة لاباس، أحوال طيبة. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، وتحية للمغاربة ديالنا، عواش المبروكة. الإخوان إن شاء الله يا ربي هاد العشية باغي نشارك معاكم آخر فيديو إن شاء الله يا ربي، على حساب الدجاج اللي كنت عملتكم، دجاج الكروازي اللي عندي مربي في السطح. المهم اخوتي ان شاء الله يا ربي كنقول هذا اخر فيديو، وغنخرجو ان شاء الله يا ربي عاود عن وصلوا يعني العدد ديالهم، ده التربيه ديالهم، فتره التربيه ديالهم يعني تقريبا كملوها، ما بقيش بزاف، على الاقل يعني لا زادوا بزاف، شي 10 ايام ان شاء الله يا ربي، ولا 7 ايام. المهم هذا هو البلان اللي عندي، وان شاء الله يا ربي غنشارك معكم يعني قداش رجعوا في الاكتمال ديال النمو ديالهم. كاين يعني بعض منهم شويه ان شاء الله يا ربي باقيين صغارين شويه، ولكن هذوك يعني عندي هذوك بلديين هنخليهم على حساب التربية، يعني نربيهم على حساب البيض. وفرجة اخوتي ممتعة، ونخليكم ان شاء الله يا ربي مع الفيديو، خليكم اخوتي مع الفيديو، واجيو ان شاء الله يا ربي، اجيو معايا تشوفوا الدجاج ديالي قداش رجع يعني في كمل مرحلة النمو ديالو تقريبا. المهم هو يعني كيزيد ويكبروا عن هذا الحجم اللي غنوريكم، ولكن يعني انا نوقف في هاد المرحلة هذه باش نعاود نبيعهم ان شاء الله. كما كتشوفوا اخوتي ها هما الدجاج ديالي، يعني في العمر ديالهم دابا، في العمر ديالهم دابا تبارك الله شهرين وشي 18 يوم ولا 19 يوم، اذا متاكدش بالضبط. كما كتشوفوا تبارك الله قداش رجعوا الخير منه تبارك الله، ده واحد فيهم كيوصل دابا تبارك الله حتى 3 كيلو 2 كيلو ونص، الخير تبارك الله. دابا ان شاء الله يا ربي عاود غنخرجهم، عاود نخرجهم للبيع. اغلبيه زدقوا، هنا يعني زدقوا الذكوره، كتشوفوا اخوتي تبارك الله الخير منهم. هاد السلاله هذه، اخوتي سلاله مزيانه، يعني سلاله لاحمه بامتياز، وفي نفس الوقت عاود السلاله هذه ديال البيض، على كيعملوا البيضات هاد السلاله، عاود كتبيض مزيان وكيقيو اللحم، يعني الفروج ديالهم الذكر ديالهم كيوزن جوج الاضعاف ديال الفروج، يعني الفروج عادي البلدي، يعني البلدي هادو بلديين، يعني هادو مزيج ما بين البلدي والرومي. سلاله لاحمه تبارك الله بامتياز، الخير تبارك الله منهم. كتشوفوا اخوتي هذه زدقة بلدية، هذه زدقة دجاجة، زدقة لانتا بلدية، هذه ان شاء الله يربيع نخليها، هذه نخليها ان شاء الله يربيع نقبل البيضة، نخليها باش تبيض، هذه ان شاء الله يربيع الله مع قوته. كما كتشوفوا اخوتي الخير بالله، هذا اخر فيديو ان شاء الله يربيع نعملكم على قبلهم ان شاء الله يربيع، باش تشوفوهم يعني قداش رجعوا في السلو، يعني باقي ما غلقوش يعني السلم الوقت المحدد ديالهم دا 3 اشهر، يعني هما باش كيوصلوا النمو الكافي ديالهم، يعني باش كيزيدوا يعني كيوصلوا الذكر ديالهم تبارك الله. هاد السلاله هادي كيوصل حتى ل 4 كيلو، 4 كيلو ونص كيوزنوا تبارك الله السلاله هادي. وانتما كتشوفوا اخوتي ما قلت لكم كنشارك معكم اخر فيديو ان شاء الله يا ربي اللي غنوريكم يعني على قبلهم. تبارك الله السلاله هذه اخوتي كتوز سلاله، يعني سلاله لاحمه بامتياز تبارك الله. يعني الفروج البلدي، الدجاج يعني الفروج البلدي
خاصو يعني خاصو واحد المدة 6 شهور يعني الدوبل هادو باش كيوصل هاد الوزن هذا، وهادو كتجبرهم زايدين في الوزن عن الفرج البلدي العادي. ما شاء الله تبارك الله الخير. ايوا اخوتي فرجة ممتعة، وكنتمنى من الله ينال الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش يا اخوتي علينا باللايك واشتراك في القناة ودعموني. الله يجازيكم بالخير وعواش المبروك اخوتي، والسلام عليكم. ما تنساوش يا اخوتي تدخلوا القناة كما قلتكم، ودعمونا بالاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس، وعملوا اللايك، وعملوا المشاركة للقناة، عملوا البارطاج للقناة، تزيد شوية لقدام. الله يجازيكم بخير، وفرجة ممتعة الإخوان، والسلام عليكم، أعانكم الله.